بعد صيف طويل مضى عانى خلاله جميع العراقيين شح الخدمات أو انعدامها، ألقى الشتاء بظلاله محملا بالغيث، وبدلا من أن يكون نعمة صار نقمة بسبب تحول المدن إلى مستنقع كبير وطوفان يجرف معه بالبنية التحتية ليكشف أحقية مطالبة المحتجين في كل مكان بالخدمات التي رفعوا شعارها. محافظة بابل التي تغرق بالفساد بحسب الأهالي غرقت بقطرات الغيث التي دخلت إلى منازلهم دون استئذان بسبب انعدام البنى التحتية. رسالتي لأهالي بابل وللمسؤولين بابل بالذات أنه الشعب مصدر السلطات صار. إحنا الأمر بيدينا، أنا ما أقول لك بالقوة لا، بس إحنا كشعب إحنا انتخبناهم وإحنا اللي جبناهم، فإحنا اللي نطلعهم. اللي يحب ينزل للشارع ويشتغل ويا المواطنين على راسنا نخليه، بس اللي ما يشتغل ترى نطلع عليه مظاهرة، الله شاهد نسقطه يعني. طلعنا الصبحية مستوى بابل، طلعنا الصبحية لقينا غرقانين، يعني إحنا قمنا يعني ما قدرنا نروح للسوق ولا قدرنا نطلع من بيوتنا غرقانين، يعني شزمات، يعني استاذنا شزمات، يعني إلى متى يظلون ذولا مشاكل بيناتهم، مشاكل بيناتهم، وإحنا واقعين ليش؟ بس بدي اعرف ليش احنا هسه قدامك هاي بنصبح نظفناها، والله رحت بديت ملابسي وجيت شزمات هاي نظفناها الشارع كله. الاهالي تساءلوا عن الاموال التي خصصت للمحافظه واين ذهبت. الدوله والاحزاب ما همها الشعب، الان دي يتقاتلون دي يوزعون المناصب والدرجات الخاصه بيناتهم ولا همهم الشعب. ماكو حل، مالت الاحزاب تظل باقي نفس الاحزاب الفاسده اللي ما جابت لنا بس الدمار والمأساة. خلي يطلع شريف يجاوب ايش قد طبت فلوس وشنو اللي صار بالولايه. كل شيء ما صار انا حطت ايدك من ذاك اليوم لهاليوم، بس تصفيط حكي. المدارس تفلشت على حطتها، الشوارع متروسه مايات على حطتها، المن تشكي المن تقول، ماكو فايده من الحكي. يعني اردفت اهمال مسؤولين صاروا 16 سنه، ايش سووا بهالمدينه؟ ايش سووا؟ الفلوس وين راحت؟ بس اردفتهم. يعني هذا الشارع من وعيت للدنيا بهذا نفس الشيء. احنا ننظف من عندنا. ادري المقام وين؟ المحافظ وين؟ مجالس المحافظه شنو دورهم؟ الاقضيه شنو دورهم؟ شنو دورهم؟ بس اردفتهم. يعني انسان مواطن عادي اعطيني مبلغ من المال ووجهني على مكان، هم اسوي الكلام صحيح. مواطن عادي، مو مكان الدوله النوب. في كل بلدان العالم وحتى الدول النامية تستفيد البلدان من الغيث الذي تهبه السماء، حيث يتم خزنه ولا يفرط بزجاجة واحدة، بينما يتحول في العراق إلى كارثة حقيقية يسقط الوعود الحكومية التي يطلقها المسؤولون في كل مكان.